ومعنا وزير التجارة السيد محمد جلاب. معالي الوزير، بداية سعيد جلاب، بداية معالي الوزير، كيف تقيمون المداومة في يومها الثاني من عيد الفطر؟ شوفوا، احنا اليوم رانا في الميدان، رانا دوك ندوروا في بعض المناطق تاع الجزائر العاصمة، نشوفوا بان ميدانيا العمليات تكون في احسن ظروف. راك تشوفوا الخبز، المواطنين هنا في باب الواد راهم يشروا الخبز، المخبزة اون فاس اللي هي اوفير اوسي، لي كوميرسون اوسي سون اوفير. دونك بور او نيفو ناسيونال لوبيراسيون اي تي دونك ديرولي دون دو بون كونديسيون الحمد لله. تقريبا 99% تاع المداومه ناجحه. درنا هذا العام 50,000 تاجر جزائري، من بينهم 5,300 مخبزه باش تكون المواطن الجزائري تكون عنده دوك في يومين تاع العيد هذو الخبز. فيها 450 وحده انتاجيه تاع الملبانات لي ليتري لي مينوتري اي اوسي تاع لي زوغازوز لي جو تو سا. دونك براتيكمون لوبيراسيون سي ديرول دون دو بون كونديسيون. هذا العام طلعنا النيفو دو ريكيزيسيون تاع لي كوميرسون دو 40%، طلعناهم باش المواطن يكون في اريحيه، يكون دونك يكون اليز مختلف المواد الاساسيه، منها خاصه الخبز والمواد الغذائيه. ربما بالحديث عن الخبز، شفنا انه درتوا تجربه جديده بالنسبه للخبز الصيني. درنا تجربه جديده، دونك اون بليس دي بولونجري كي سون ريكيزيسيوني، زدنا دي بوان دو فونت دو بان اندستريال. راكم تشوفوا باللي في الجزائر العاصمه، كنا في دار البيضاء كان فتنا شفنا بوان اندستريال تما البوان فوكال، هنا ثاني كاين ان بوان باب الواد، مالغري كي دي بولونجري راه محلولين هنايا. دونك الخبز جو بونس لوبيراسيون سي بيان ديرولي، الخبز راه كاين، الناس راه تشري الخبز تاعها نورمال. ما هو ردكم يعني على الناس اللي قالت انه 99% هي نسبه مبالغ فيها؟ لا لا، الناس لازم تفهم باللي كي نهضروا 99% سي لي 50,000 موبيليزي، ماشي لو 1,600,000 كوميرسون الجيريان ولا ما نشعل. لي 50,000 كي اون ايتي موبيليزي 99% خدموا خدمتهم. وانا نشكر كل التجار الجزائريين ولي اسوسياسيون كي دي كوميرسون اي تو، لي اسوسياسيون دو كونسي دو كونسوماتور كي اون ايتي موبيليزي بور سيت اوبيراسيون. وان شاء الله العام الجاي العام اللي فات بليتو دوما ان شاء الله هي الدوزيام اوبيراسيون تاع لا ريبريز. ان شاء الله دوما لا ريبريز بور تو لي كوميرسون يحلوا نورمال، غدوا تولي لاكتيفيتي كوميرسيال نورمال في كل ولايات الوطن الجزائري ان شاء الله. بالنسبه لنسبه الامتناع معالي الوزير، ما كاينش نسبه امتناع باسكو براتيكمون سي كنجي نحوسو سي زيرو فيرغول، سي دي كا تري بارتيكولي غادي نشوفوهم علاه ما فتحوش. لا كاين عندهم ضروره دي فورس ماجور داكور، سي سي با دو فورس ماجور يوغا دي سانكسيون. حنا هضرنا على لي سانكسيون، يقدروا يروحوا للتاجر اللي ما يحلش حتى ل 20 مليون سنتيم يخلصها لاموند، ونحوا له لو ريجيس كوميرس فيرمي بوندون ان مو. كثير من المواطنين معالي الوزير يعني خلال يعني الزياره هذه تاعكم يقولوا انه اسعار الخضر والفواكه كانت في ارتفاع بالنسبه لليوم الاول. اليوم لا فوالا اسعار الخضر كذلك كان فيها شويه الكافي ارتفاع، مي احنا البارح عطينا التعليمه باش لو مارشي دو غرو يكون مفتوح لاول مره. المارشي دو غرو يفتح في العيد، ما كانش يفتح في العيد باش يكون فيه ان ابروفيزيونمون نورمال تاع لي مارشي دو ديتاي دو فروي ليجيم. شكرا. شكرا معالي الوزير. اذا زميلي امين، كما تابعتم كانت هذه تصريحات وزير التجاره من باب الواد حول نسبه الاستجابه التجار للمداومه اضافه لارتفاع اسعار الخضر والفواكه، وأيضا تغطية الخبازين لمختلف احتياجات المواطنين الجزائريين خلال اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك. شكرا لك يا فريدة حمدي، كنت معنا مباشرة في هذا الحوار الحصري على المباشر مع وزير التجارة سعيد جلاب. لنمر الآن إلى